بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هقرأ معاكم جزء من إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 21 من أول العدد 34. فاحترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين، اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. وكان في النهار يعلم في الهيكل، وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، وكان كل الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوه. والمجد لله دائما أبديا أمين. كل سنة طيبين يا أحبائي. إحنا بنحتفل بعدة مناسبات. أولا بنستعد إن إحنا نقفل سنة بكل أحداثها، ونستقبل سنة جديدة نجدد فيها عهودنا مع ربنا، ونقول لربنا تعهدات فمي باركها. بنستعد ان احنا نستقبل ربنا يسوع لكل المجد مولود في قلوبنا. بنستعد للأعياد، الظهور الإلهي، عيد الختان وعيد الغطاس وعرس قانا الجليل. الحقيقة بنستعد لأيام جميلة مفرحة. وزي ما اختار الأباء ان احنا نتكلم النهاردة عن صلوا كل حين، والوصية اللي انتوا سمعتوها في الجزء اللي انا قريته من الكتاب المقدس، كان ربنا يسوع المسيح بيقول تضرعوا في كل حين. تضرعوا يعني صلوا. عشان كده عايز اتكلم معاكم النهاردة عن موضوع الصلاة وازاي تكون كل حين. اولا الصلاة من الكلمة العربي هي صلة بين الإنسان وربنا، صلة اتصال. يعني أنا بتصل بربنا وبتكلم معاه. والصلاة يقولوا عليها إنها ترفع الإنسان لطغمة الملائكة. الصلاة بتخليني زي الملائكة. ويستحيل إن يكون أي إنسان فينا عنده فضيلة بدون صلاة. يعني ياخدها قاعدة، واحد مثلا بيطلع فلوس يساعد بها الناس، امتى دي تبقى فضيلة وامتى تبقى يعني عمل كده اجتماعي، ولا من اجل الظهور، ولا من اجل ان الناس تعرفه، ولا ان الناس تشكره؟ لما يكون العمل فيه صلاة يبقى فضيلة. كل القديسين كل واحد فيهم تميز بفضيلة معينة. يعني مثلا أنبا أبراهام تميز في العطاء، أنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك تميز في الصمت، فضيلة الصمت، وهكذا. إنما الكل اشتركوا في الصلاة. أبونا بشوي كامل هذا القديس بيقول عبارة، بيقول كل فضيلة أو نصرة لا تبدأ بالصلاة هي ليست للمسيح، ومصيرها الفشل والزوال. خدوا بالكم. المحبة دي فضيلة، بس لو المحبة هي محبة اجتماعية، يعني أنا بحب فلانة أو بحب فلان أو جيراننا أو قرايبنا بحبهم، والمحبة دي مسنودة على الصلاة، ولا بحبهم الحب اللي هو يعني عشان هما بيجاملوني فأنا بجاملهم. على حسب كلام أبونا بشوي كامل بيقول كل فضيلة أو نصرة لا تبدأ بالصلاة هي ليست للمسيح، ومصيرها الفشل والزوال. وده يفسر لكم مثلا أن ساعات كتيرة الناس تتصاحب على بعض ويبقى في صداقة، وبعد فترة يزعلوا من بعض جدا. وإيه اللي حصل؟ أصل المحبة دي ما كانتش مبنية على الصلاة. طب ايه هي الصلاة؟ ببساطة شديدة الصلاة هي الحضور امام الله، بس هي في نفس الوقت هي عطية من ربنا. يعني
وكأن ربنا بيلمس قلبك وقلبي ويقول لي تعال أقف قدامي، دعوة من ربنا، اشتياق بيتحرك. عشان كده الاشتياق ده لازم يكون له رد فعل، يعني أول ما تتحرك مشاعري وأحس إن أنا عايز أقف قدام ربنا، من فضلك ما تأجلش وما تكسلش، ما ترفضش الدعوة أبدا. قديس أغسطينوس يقول في النقطة دي، يقول الصلاة هي عمل الله فينا، يعني ربنا اللي بيحركني للصلاة. الصلاة نقدر نشبهها إن هي النفس اللي بتتنفسه الروح. عارف الإنسان جسد وروح، الجسد بيتنفس، بيتنفس هواء، بيتنفس أكسجين. طب لو ما فيش أكسجين على طول لدقائق قليلة والإنسان يموت. ويمكن تفتكروا كلكم يعني الأيام الصعبة بتاعت كورونا، كانت الناس اللي بتصاب بالكورونا تعرفش تاخد نفسها، وكتير ماتوا، ماتوا بسبب إيه؟ مش قادر أخد نفسي. الصلاة هي النفس بالنسبة للروح. عشان كده لو أنا أو أنت عايشين من غير صلاة، فيعرف أن الروح ميت. أنا بتحرك وبمشي، الجسد عايش، والصبح بروح شغلي وبرجع من شغلي وبمارس كل مهامي في البيت، إذا كنت أم وبتتعاملي مع أولادك، وكل حاجة طبيعية بالنسبة للجسد. ولكن اوعى يكون الروح ماتت. الصلاة هي النفس. حاجة تانية برضو عايز أوضحها قبل ما نتكلم عن الصلاة كل حين، عايز أقول حاجة بس، الصلاة عمرها ما تكون تبادل منفعة. يعني إيه تبادل منفعة؟ يعني أنا عندي حاجة عايزها من ربنا فبصلي. لا، الصلاة مش كده. عندي مشكلة فبصلي، انتهت المشكلة بطلت الصلاة. كتير بيحصل معانا الموقف ده، بس اعرف ان دي مش هي الصلاة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. لا لا خالص، انا بكلمك على نفس، نفس حاجة ضرورية. الصلاة هي اللي بنقول عليها في مقدمة صلاة نص الليل، فلتدخل طلبتي الى حضرتك يا الله، ان انا ابقى واقف في حضرة الله كل مرة بتصلي فيها. مهم انك تعرف انت واقف في حضرة الله ولا لا، لتدخل طلبتي الى حضرتك يا الله. يوحنا ذهبي الفم بيتكلم عن الصلاة، فبيقول الصلاة هي مصدر واساس لبركات لا تحصى، هي قوية للغاية. الصلاة مقدمة لجلب السرور، سرور النفس، الفرح الحقيقي. الصلاة هي مقدمة لجلب السرور بحسب تعبير القديس يوحنا ذهبي الفم. مش هتبقى فرحان من غير صلاة. يعني المؤثرات بتاعت العالم احيانا بتديك انطباع كده ان انت فرحان ومبسوط، بس صدقني ده فرح زائل. يقول في سفر ايوب فرح الفاجر الى لحظة، فرح لا يدوم. وما ايه الفرح اللي يدوم؟ الفرح الحقيقي هو فرح الصلاة. احنا النهاردة بنتكلم عن الصلاة كل حين، وبنقعد نفكر يعني ايه يصلي كل حين. انا مش هبقى زي انباب شوي اللي كان بيربط راسه، شعر راسه بالسلسلة، وكلكم خدتوا بركة زيارة الدير اللي فيه السلسلة والمغارة والكلام ده. انا مش هبقى زي انباب شوي. امال ايه صلوا كل حين او تضرعوا كل حين؟ اقول لك ببساطة شديدة جدا، وهنشرحها بتفصيل اكتر كمان شوي. ببساطة شديدة، تخيل معايا اي واحد فينا عنده عمل وعنده رسالة في الحياة ومسؤول عن بيتك وأولادك. فأنا ممكن أكون بصلي الصبح قانوني مزاميري، وبصلي بالليل مزاميري، بس بين الصبح وبالليل في صلاة دايمة. يعني إيه صلاة دايمة؟ إن أنا بكلم ربنا، بكلم ربنا، بفتح عيني الصبح، أول ما فتح عيني أقول له رب ال 24 ساعة الجداد دول انت اديتهمني عطية منك، خليني استخدمهم لمجد اسمك.
الوقت الجديد اليوم الجديد ابعت لي ناس افرحها. واحد مثلا يصحى الصبح يرفع قلبه لربنا كده يقول له ابعت لي ناس افرح. واحده عندها مشكله مثلا في شغلها واليوم يبدو انه هيكون يوم صعب، فترفع قلبها لربنا الصبح وتقول له يا رب من فضلك اتدخل، خليك معايا. وطول اليوم بنكلم ربنا، التواصل بين ربنا. بكلم ربنا ازاي؟ اما بصلاة يسوع، اما ان انا بكلمه تلقائي كده، يا رب خليك معايا، ساعدني، فرحني. ابونا لوقا سيداروس في الكتاب الجميل بتاعه رائحة المسيح الزكية في حياة ابرار معاصرين يحكي قصة عن شاب اتعين معيد في الجامعة. فيقول انه كان بيعمل ايه؟ زمان ما كانش فيه السبورة اللي بيكتب عليها بالقلم او الوايت بورد والحاجات دي، زمان كانوا بيكتبوا بالتباشير ويمسحوا بالبشاورة دي. فكان يقعد يكتب طول ما هو بيشرح، يكتب على السبورة، وبعدين بعد ما السبورة تتملي يدي ظهره للطلبة ويبتدي يمسح السبورة سطر سطر بالراحة كده، خد له نص دقيقة ولا دقيقة. في النص دقيقة دي يرفع قلبه لربنا يقول له ساعدني، اديني ان كلام اللي بقوله يوصل للطلبة. اهي دي صلاة، ان الانسان بيرفع قلبه لربنا. يسموها الاباء القديسين تعبير جميل قوي، يسموها بالعربي معية الله، وليها اسم اللي هو السينرجيا. السينرجيا معناها ان احنا بنشرك الله في كل حاجة بعملها. وبالعربي زي ما بقولك معية الله. يعني ايه معية الله؟ كلكم حافظين الآية اللي بتقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. ومعلمنا بولس الرسول يقول في رسالة كورنثوس آية جميلة قوي، يقول إيه؟ إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. يعني وأنا باكل أنا فاكر ربنا، ما دي معية الله، دي صلوا كل حين أنا فاكر. وأنا بشرب كوباية مية برشم الصليب عليها وأقول رب خليك معايا، معية الله. مرة واحد قال لي أنا كل ما التليفون يرن برشم الصليب كده قبل ما أرد عشان ربنا يحفظ لساني وما غلطش في المكالمة، ما دينش حد، ما كذبش، ما تخرجش مني كلمة بطالة، معية الله حتى في الرد على مكالمة التليفون. هذه صلاة، صلوا كل حين. طيب خلينا نتكلم مع بعض كده ازاي اصلي. وانا اتفقت معاك انه في قانون مزامير ببتدي بيومي، اين كان بقى كل واحد. في واحد مثلا بياخد قانون يخلص السبع صلوات بتوع الأجبية، في واحد تاني أب اعترافه بيكتفي يقول له إن شاء الله تصلي المقدمة بس. كل واحد حسب قامته وحسب طاقته وحسب احتماله. إنما في قانون صلاة محفوظة. وفكرة الصلاة المحفوظة البعض برضو بيقول إنها بتصيب الإنسان بالملل، وارد، ما هو في حرب من الشيطان. بس أنا عايز أقول لك مشكلة الملل هي مش مشكلة الصلاة المحفوظة، لأن السيد المسيح ليه كل المجد لما تلاميذه قالوا له علمنا يا رب كيف نصلي، قال لهم متى صليتم، يعني كل مرة بتصلوا، فقولوا هكذا أبانا الذي في السماوات إلى آخره. فعايز أقول أنه الصلاة المحفوظة هي وصية، أو الصلاة يعني إنجاز التعبير المكررة هي وصية لربنا يسوع ليه كل المجد. وعايز أقول لك على حاجة، هو النهاردة مثلا الموظف اللي بيشتغل في بنك، طب ما هو كل يوم الصبح بيعمل نفس العمل بنفس الورق بنفس المطبوعات بنفس الاستمارات، بس ده عمله. فعايز اقول ان المشكلة مش في الصلوات المحفوظة قد ما المشكلة في ان الصلاة بتتحارب من الشيطان. فانا بقول ان في قانون أي إن كان القانون ده، وفي صلاة طول اليوم. طيب إزاي بقى الصلاة دي، سواء القانون أو إن أنا أكلم ربنا طول اليوم، تمشي إزاي؟ هقول لك شوية حاجات كده
يعني علموها لنا الآباء. نمرة واحد، صلاة لازم تكون بمخافة يا أحبائي، بمخافة ربنا. أنا واقف قدام مين؟ أنا بكلم مين؟ أنا بكلم رب الأرباب وملك الملوك. في السنكسار بتاع كنيستنا في سيرة قديس اسمه القديس يعقوب المقطع، يمكن بعضكم يعرف سيرته. القديس يعقوب لما طلبوا منه أنه ينكر الإيمان ورفض، فبدأوا يقطعوا أجزاء، عشان كده سموه المقطع، أجزاء من جسمه، قطعوا رجليه، قطعوا إيديه، وبعدين يقولوا أن ما تبقى من جسمه هو الرأس متصلة بمنطقة الصدر والبطن. فلما كان بيصلي بعد ما قطعت أعضاءه، كان بيقف، متأسف، كان بيرفع قلبه لربنا ويقول له سامحني يا رب أني ما عنديش رجلين أقف بيها قدامك، سامحني يا رب أني ما عنديش إيدين أرفعها قدامك. طبعا الصورة دي عايزك بس تتخيلها، وهي لوحديها تعلمك المخافة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ طبعا في كتير مننا مرضى وما بيقدروش يقفوا، مش بتكلم على دول خالص، ويعني كتير من الناس بيروح لأب اعتراف وبيقول له أبونا أنا مش بقدر أقف، رجلي فيها مشكلة أو ظهري أي إن كان، وأبونا بيقول له الله يحلك يا ابني صلي وانت قاعد. مش بتكلم على دول، أنا بتكلم إن إحنا نبقى في قداس، في قداس والناس ماسكة التليفون، بتكلم إن إحنا نبقى المفروض ان احنا رافعين قلبنا لربنا، بس احنا بنعمل حاجات كتيرة قوي ننشغل بيها عن الصلاة. الصلاة لازم تكون بمخافة. نمرة اتنين، الصلاة لازم تكون بفرح. فرح يعني لو انا مدرك فعلا ان انا واقف قدام ربنا لازم ابقى فرحان. يعني أي شرف يا رب أن أنا أقف قدامك، ودي الحياة بتحتاج مننا لتجهيز. يعني الصلاة بتحتاج إلى تجهيز. يعني إيه تجهيز؟ عارف مثلا في الأجبية، في مقدمة كل صلاة قبل ما تبتدي المقدمة، مثلا صلاة النوم يقول لك إيه؟ رتبت الكنيسة هذه الصلاة لتذكرنا أنه نهاية اليوم بيفكرنا بنهاية حياتنا، فنعيش حياة الاستعداد. عارف العبارة البسيطة اللي في مقدمة صلاة النوم دي؟ نوع من التجهيز. يجي مثلا في صلاة الساعة الثالثة، ففي مقدمة الأجبية كده يقول لك تذكرنا هذه الصلاة. تذكرنا هذه الصلاة بحلول الروح القدس على التلاميذ. فبنطلب من ربنا ان احنا واحنا في بداية اليوم لسه في اوائله، انه ربنا يحل بالروح القدس ويملانا بروح القدس. التمهيد ده بيساعدني على الفرح. كمان تجهيز النفس للصلاة، ما ينفعش ان انا لو واقف وقفة صلاة ذهني مشغول بحاجات كتيرة، ولسه مثلا ناهي مكالمة تليفون خدت لها دقائق طويلة، كلها مشاكل وكلها أحداث وكلها يعني شد وجذب، وبعدين أقول أنا هبتدي أصلي. طب ما طبيعي أن ذهنك ده مش هتعرف تفرح. فتجهيز النفس ممكن يكون بوقفة قبل ما ابتدي الصلاة، وقفة كده الواحد عارف لما يبقى فيه كوباية، الكوباية دي فيها شوية رملة كده معكرة المية، الحل الوحيد أنك تسيب الكوباية دي على الترابيزة دقيقتين ثلاثة، الرملة بتنزل تحت وبتصفى. انك تقول ترنيمة بتحبها تدخل بيها للصلاة. فتجهيز النفس بيساعد على الفرح. نمرة ثلاثة، الصلاة لازم تكون بفهم. بفهم، اوعى تكون من النوع اللي بيكرر الكلام باطلا كالأمم. يعني عمال تقول كلام وانت مش فاهمه، كل كلمة بتقولها لازم تركز فيها وتبقى فاهم معناها. يعني مثلا لما بنقول
قدوس 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 رب الصباؤوت. انت فاهم معنى الكلام ولا مجرد عبارة حفظتها من وانت صغير وكبرت بتقولها وبترددها؟ رب الصباؤوت يعني ايه رب الصباؤوت؟ رب الجنود. وكأن ربنا ده هو قائد، قائد الكون، رب الجنود. كل كلمة بتصليها لازم تكون فهمها، وإذا كان في كلمات صعبة في مزمور أو في أي قطعة من القطع اسأل فيها، متكسفش. كمان الصلاة لازم تكون بمشاعر، قلت لك إن الصلاة تكون بمخافة، بفرح، بفهم، بمشاعر. يعني إيه بمشاعر؟ وانت بتصلي لازم مشاعرك تتحرك. يعني مثلا احنا بنردد ونقول قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. الكلمة دي هل بتحرك مشاعرك؟ هل كل مرة بتقولها بتطلب من ربنا انه يديلك قلب نقي؟ هل بتراجع نفسك هل انا فعلا قلبي نقي؟ يعني ايه قلب نقي؟ واحد مثلا ممكن يقول القلب النقي ده التايب، القلب التايب هو قلب نقي، دي حقيقة. واحد تاني ممكن يقول القلب النقي هو القلب الذي لا يحمل الإساءة، برضو صح. يعني إيه لا يحمل الإساءة؟ عارف لما يجي واحد يزعلني، أساء لي، أذاني، قدامي حاجة من اتنين، يا إما أفضل باستمرار شايف ان الانسان ده اذاني وانه يعني من جوايا كده طاقة غضب وطاقة حقد وطاقة انتقام ومشاعر سلبية جدا تجاه هذا الشخص، دي طريقة. والطريقة التانية ان انا اقول الله يسامحه، ربنا يباركه، ربنا يهديه. قلبا نقيا، ده القلب النقي اللي لا يحمل الاساءة. ده احيانا يجي واحد يقول لي انا مقاطع قريبي، وقريبه ده ممكن يكون من اقرب الناس لي، احيانا بيبقوا اخوات ومقاطعين بعض، بقالي سنين مقاطع اخويا، يا نهارك ابيض، امال ازاي بتقف وتقول قلبا نقيا اخلق فيا يا الله؟ على الاقل يا اخي ما تكونش شايل منه، تكون بتصلي له. على الاقل لما يجي فكر المشاعر السلبية تجاهه قول ده غلبان، ده تصرف كده لأنه الشيطان ضحك عليه. لما مثلا في القداس تيجي عبارة وتقول لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، هل بتقف ومشاعرك بتتحرك؟ أنا بقول دي كمثال، ده كل كلمات القداس يعني مليانة مشاعر. هل بتقف عند عبارة زي دي ومشاعرك بتتحرك؟ عارف يعني إيه ربنا لم يتركنا إلى القضاء؟ يعني ما سبناش نهلك. الصلاة لازم تكون بمشاعر. حاجة كمان، الصلاة لازم تكون بلجاجة وبإلحاح. بلجاجة. أحيانا يجي واحد يقول أنا صليت من أجل موضوع وربنا مش بيسمعني. مين قال ربنا مش بيسمعني؟ صليت قد إيه؟ واللي بقالي كم يوم بصلي، وأحيانا بقالي كم أسبوع بصلي، أو بقالي كم شهر. طب إيه رأيك في القديسة مونيكا اللي قعدت 20 سنة تصلي من أجل طلبة واحدة وبتقابل بإحباطات شديدة؟ ده ابنها القديس أغسطينوس في مرة، هو بيحكي في اعترافاته يعني، فبيقول إن في مرة أمه جت يعني صحيت متهللة، فبتقول له أنا حلمت حلم جميل، حلمت إن إحنا كنا بعاد عن بعض، كل واحد راكب في مركب بعيدة، وبعدين حصل إنه أنت جيت ودخلت في المركب بتاعتي، فأنا فرحانة جدا. فيرد عليها ابنها في الوقت اللي كان لسه يعني ما تابش،
ويقول لها بسخرية طبعا، يقول لها عارفة ده معناه إيه؟ معناه إن أنت اللي هتيجي وهتبقي زيي، لأن أنا عمري ما هبقى زيك. أنتوا متخيلين؟ واحدة بتصلي بقالها سنين، ولما تروح لابنها تقول له كده، ابنها ده اللي كان عايش في الخطية وفي النجاسة زي ما أنتوا عارفين، وتقول له إن أنت هتيجي، يقول لها ده أنت اللي هتيجي. الحلم ده معناه إن أنت اللي هتيجي مش أنا اللي هروح لك. ومع كده تستمر في الصلاة. الصلاة لازم تكون بلجاجة، بإصرار. يقول يا ذاكري الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. جميلة الآية دي، خصوصا لما تكون الطلبة بتاعتك طلبة روحية. أم بتصلي من أجل ابنها مثلا، زوجة بتصلي من أجل زوجها البعيد عن الكنيسة. أحيان كتيرة زوجة مثلا تقول يا أبونا جوزي مش بيجي كتير الكنيسة، أو يعني بنتحايل عليه إنه يجي الكنيسة وهو رافض تماما، بقاله سنين ما دخلش الكنيسة أي كان يعني. فدايما أقول لهم إيه؟ أقول لها ما تكلميهوش تاني، كلمي ربنا عنه. يعني بدل ما تكلميه هو بقى، تعالي ناخد فترة نكلم ربنا عنه، نطلب من ربنا إن ربنا يجيبه. وخلي عندك إيمان إنه في يوم من الأيام هيجي. تذكر مرة من القصص، يعني في بداية رسامتي، القصص الحياة ربنا عزاني بيها جدا، زوجة فاضلة وكان جوزها بعيد تماما تماما عن ربنا، وكل ما يعني حد يفتقده أو يدعوه ما كانش بيستجيب أبدا. وبعدين وتصرفاته الحقيقة كانت يعني حتى محرجة بالنسبة لأسرته. فاتفقت معها وقلت لها تعالي نصلي، انت صلي وانا صلي. وقعدت فترة الحقيقة الست تصلي. ما انساش انه في يوم كان يوم 30 ديسمبر، الكلام ده بقاله يعني سنين طويلة جدا جدا، يوم 30 ديسمبر، ولقيت الراجل ده بيتصل بيا وقال لي انا عايز اعترف. قلت ايه اللي حصل؟ تعال اعترف. مهم جه واعترف، واعترف بصدق شديد. يوم 31 ديسمبر، انا فاكر التاريخ، يوم 31 ديسمبر هذا الرجل حصلت له حادثه ومات. مش كده؟ بيقول ربنا يعني اداني درس، يا ذاكري الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى لو في آخر نفس. المهم إن إحنا يكون عندنا لجاجة. خلينا نعمل زي ما عمل يعقوب مع ربنا لما قال له لن أطلقك إن لم تباركني، مش هسيبك. خلينا نتعامل مع ربنا باللجاجة. نقطة كمان في موضوع الصلاة ده، الصلاة لازم تكون بإيمان. بإيمان بحس في ناس كتيرة جدا لما يجوا يتقدموا لسر التوبة والاعتراف ما عندوش إيمان. بمعنى إيه؟ أبونا أنا بعمل الحاجة الفلانية وحاولت كتير أبطلها وما عرفتش. طب فين الإيمان؟ فين الوعد بتاع ربنا إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرار؟ فين الوعد بتاع ربنا من يقبل إلي لا أخرجه خارجا؟ فين الوعد بتاع ربنا لما معلمنا بولس الرسول في رسالة فيليبي يقول لأن الله العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا؟ يعني حتى الإرادة، حتى إرادتي ربنا اللي بيحركها. مصدق ولا مش مصدق؟ ليه مصدق إن الشيطان اللي وقعك في خطية أي كانت الخطية أو عادة أو أي حاجة غلط؟ وأنا بكرر تاني وبقول كتير من اللي بيجوا يتقدموا لسر التوبة والاعتراف بيقع في القصة دي. أبونا أنا جاي أقول لك بس إن أنا بعمل كذا وكذا وكذا. كان البابا كرولوس لما يجي حد يعترف كان دايما يرد عليه يقول له وناوي على إيه؟ فكتير من الناس يقول مش بس انا حاسس اني مش هعرف ابطل. خلاص مش هتبطل لان ما عندكش ايمان. فلازم يكون
عندك الإيمان اللي تصرخ فيه مع معلمنا بولس الرسول وتقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يوحنا ذهبي الفم في النقطة دي بيقول تعبير لطيف قوي، يقول إيه؟ عندما يشرق نور الشمس تهرب الوحوش الضارية وتختبئ في أوجرتها. يعني في النور الوحوش تستخبى. وهكذا حينما نبتدئ في الصلاة فهي شعاع يشرق علينا فيستضيء العقل. وحينئذ تهرب كل الشهوات الوحشية الجاهلة وتتبدد. فقط علينا أن نصلي بشجاعة وفكر منضبط. ده كلام ذهبي الفم. فإذا كان الشيطان قريبا منا يطرد، وإذا كان هناك روح نجس يهرب. لو عندي الإيمان ده وبصلي بهذا الإيمان، خطيت إيه اللي تتملكني؟ ما هو إذا كان الكتاب بيقول إبليس عدوكم يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه، ده نص الكلام. بس النص الثاني يقول إيه؟ فقاوموه راسخين ها في الإيمان. يعني نص الحقيقة إن الشيطان عامل زي الأسد قوي، بس النص الثاني إيه؟ قاوموه راسخين في الإيمان. بالإيمان تقدر تغلب الشيطان. طبعا يعني أمثلة كتيرة بقى في الكتاب المقدس وفي تاريخ الكنيسة. أبونا بشوي كامل كان دايما يتكلم عن يوستينا، القديسة يوستينا، فكان يقول إيه؟ يوستينا شابة صغيرة ولكن بالصلاة دائمة هي قوة الله اللانهائية. جميل قوي القول ده، قوي. هقوله لكم تاني، ده أبونا بشوي كامل. يوستينا شابة صغيرة، يعني بنوتة صغيرة كده، فتاة من ناحية القوة الجسدية ضعيف، من ناحية يعني كل حاجة ضعيف، بنوتة صغيرة، لكن بالصلاة دائمة هي قوة الله اللانهائية. كلكم عارفين يوستينا حرقت الشيطان ازاي. خلي عندك الإيمان في صلواتك. حاجة تانية في الصلاة، الصلاة تحتاج منا إلى تغصب. أحيانا أي فضيلة، مش الصلاة بس، علمونا أبائنا كده إن الصلاة زيها زي أي فضيلة تبدأ بالتغصب. هيجي عليك أوقات هتبقى متعزي جدا وفرحان بالصلاة، وبعدها يجي أوقات تفتقد للتعزية وتدور عليها ما تلاقيهاش. اوعى تبطل. طب هتقولي طب هو ليه ربنا يعني لما عزاني ودواني؟ أقول لك ما خلي بالك بس، أنا وإنت ضعاف جدا، ولو ربنا استمر يعزينا مش هنستحمل، أنا وإنت مش هنستحمل، هنتكبر. ده بولس الرسول يقول لألا أرتفع من فرط الايه؟ الاعلانات. اذا كان بولس الرسول وربنا بيسمح لكل واحد، لان ربنا يعني شايف امكانياتي وامكانيات، فبيسمح لكل واحد بحسب طاقته. هو انت تفتكر ان ربنا يعني لما ادى واحد زي البابا كرولوس اداله مواهب كثيره اداها له ليه؟ لانه هو انسان متضع. يقولوا الاباء ان حارس اي فضيله هو ايه؟ الاتضاع. فأنا وإنت لو تعزينا في الصلاة واستمرت التعزية دي موجودة، الحقيقة هنتكبر. فيجي ربنا يعمل إيه؟ بالحكمة بقى اتعزيت ودقت واختبرت، بعد فترة يرفع عني التعزية فارجع أصرخ. المفروض أني أصرخ. طب لو واحد بطل، لا، هيبقى أنت خسرت كتير. عشان كده بقول لك التغصب. مارس حق السورياني يقول ايه؟ اتعب جسدك كثيرا في الصلاة بلا فطور. اتعب جسدك كثيرا في الصلاة بلا فطور. اسمع اللي جايه،
ولو تشتت عقلك في المبتدئ، يعني في البداية ممكن تسرح، ممكن تكون مش مركز أو في الصلاة، إلا أنك بعد ذلك تؤهل للصلاة التي بلا تشتت. جميلة أوي قول ده، يعني الحقيقة بيعزيني ويعزي أي واحد يعني من المبتدئين اللي احنا كلنا مبتدئين. يقول ايه؟ هقرأ لكم تاني. اتعب جسدك كثيرا في الصلاة بلا فتور، ولو تشتت عقلك في المبتدأ، إلا أنك بعد ذلك تؤهل للصلاة التي بلا تشتت. ربنا هيديلك، هتختبر حلاوة الصلاة، بس استمر، حتى لو استمريت بالتغصب. عشان كده يعلمونا بقى أبائنا أنه الصلاة ليها قانون. البعض يعترض على هذا ويقول يعني ايه اصلي بقانون؟ انا اصلي وقت ما يجي لي اشتياق للصلاه. حلو حلو، احنا اتفقنا احنا نصلي كل حين، بس خد بالك ان لازم يكون في قانون. في الادب الرهباني في قصه كده لطيفه، يعني مش حقيقيه، بس يقولوا ايه، ان راهب كان بيصلي الصلوات كامله ومزاميره كامله، السبع صلوات بتوع الاجبيه ونص الليل والستار وكل حاجة. وبعدين جاله فكر، فالفكر ده بيقول ايه، طب انا بدل ما اصلي كل المزامير دي وانا حاليا ما عنديش تركيز، طب ما انا اقلل شوي، اصلي نص المزامير بس بتركيز اكتر. فبدأ يصلي نص من غير ما يشاور اب اعترافه، جاله فكر فنفذه، بدأ يصلي نص المزامير شوية، وراح جاله فكر تاني قال حتى في نص المزامير أنا بسرح، طب أنا ممكن أكتفي بثلاث مزامير في كل صلاة. بدأ يتشتت فقال أكتفي بمزمور، بعد شوية قال أكتفي بالمقدمة، بعد شوية بصلاة الشكر، بعد شوية قال أنا أقول أبانا الذي بتركيز أحسن ما أقول صلاة من غير تركيز، فبدأ يقول أبانا الذي. بعد شوية جاله فكر أن حتى أبانا الذي هو بيتشتت فيها فمفيش داعي ليها. أقول لك إنها قصة كده يعني إيه مش حقيقية، بس هي في الأدب الرهباني قصة معروفة. أقصد منها إيه؟ خد بالك، ولما يكون ليك قانون روحي لو عايز تغيره ارجع لأب اعترافك، سواء تزوده أو تقلله. على فكرة برضو يعني مش شطارة إنك تزود قانونك الروحي، يعني القانون الروحي لازم يكون باعتدال وباتزان. هيرجع لأب اعترافك، أصلي إيه؟ قدسك شايف إن أنا إيه المناسب ليا إن أنا أصلي، وهكذا. عايز يعني أختم كلامي معاكم بقصة أرجع تاني للصلاة كل حين. حد من الآباء القديسين بيقول الذي يصلي في أوقات الصلاة فقط فهو لا يصلي. واضحة؟ يعني لو أنا مثلاً قانوني ان اصلي باكر والنوم، فانا عملت القانون في اوقات الصلاه، في اوقات باكر وفي صلاه النوم. الذي يصلي في اوقات الصلاه فقط فهو لا يصلي. عشان كده بنقول بقى ايه، انه القانون موجود، ولكن طول اليوم في طيار، عارف السلك لما بيكون بيحمل تيار الكهرباء، فتيار الكهرباء ده متوصل، السلك متوصل بمصدر الكهرباء. قديس مكاريوس الكبير يقول ايه، أتريد أن تقتني الصلاة دائمة، اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة صلوا كل حين، أتريد أن تقتني الصلاة دائمة؟ ينصحنا بايه، اجتهد في الصلاة، وحينما يرى الرب غيرتك وهمتك وسعيك في الصلاة يعطيك إياه. يعني هنا بيكلمنا على حاجة تانية خالص، ده بيكلمنا على ان ربنا بيشوف النية، ودي نقطة مهمة قوي. حينما يرى الرب غيرتك وهمتك وسعيك في الصلاة يعطيك اياها. يعني لو عندك اشتياقات صدقني ربنا هيختم عليها، لو عندك اشتياقات انك تصلي كل حين ربنا هيختم لك على اشتياقاتك دي وهيديها لك. ده كلام القديس مكاريوس الكبير.
ربنا يدينا نعمة جميعا يا أحبائي، وإحنا بنبتدي سنة جديدة إن يكون باستمرار قلوبنا مرفوعة بالصلاة، ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.